استقبل مطار العريش طائرة إماراتية على متنها 10 أطنان من المساعدات الطبية المقدمة لدعم الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة. وللمزيد من التفاصيل مع الزميل محمود جميل. بعد التحية، التغطية متواصلة مع حضراتكم للجهود المصرية في محافظة شمال سيناء في تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. عدد كبير من المسارات التي حددتها مصر لإرسال هذه المساعدات لقطاع غزة. إذا ما تحدثنا عن المسار الجوي وتحديدا نتحدث عن مطار العريش، استقبل مطار العريش اليوم طائرة إماراتية على متنها 10 أطنان من الأدوية والمستلزمات الجراحية والطبية قادمة من الإمارات، وقادمة أيضا تحديدا من صندوق الأمم المتحدة للسكان وأيضا منظمة الصحة العالمية. استلم هذه المساعدات وهذه الشحنات الهلال الأحمر المصري في المطار في مطار العريش، ثم توجهت على الفور إلى المركز اللوجستي للهلال الأحمر المصري. هذا بالإضافة أيضا إلى الاستمرار الجسر الجوي الذي يعني تقوم من خلاله القوات الجوية المصرية بإنزال المساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة بالمشاركة في التحالف الدولي لدعم النازحين في قطاع غزة. أيضا اليوم محافظ شمال سيناء تفقد المطبخ الإنساني في مدينة الشيخ زويد، والذي يستعد لتجهيز 30,000 وجبة غذائية يومية ستقدم لأهالي غزة وللنازحين في قطاع غزة يعني تقديم الوجبات الغذائية خلال شهر رمضان. نتحدث عن 15 وجبة للسحور وأيضا 15 وجبة للإفطار، ستقدم كل هذه الوجبات دعما للأشقاء في قطاع غزة. هذا بالإضافة أيضا إلى دخول شاحنات المساعدات الإنسانية المتوجهة إلى منفذي كرم أبو سالم والعوجة، بالإضافة أيضا إلى شاحنات الوقود. نتحدث عن 4 شاحنات للغاز و3 شاحنات للسحور توجهوا بالفعل اليوم إلى قطاع غزة، وأيضا استمرار استقبال المصابين والجرحى وتقديم كل الخدمات العلاجية المختلفة لهم. إذا نتحدث عن جهود مصرية كبيرة وخلية نحل تعمل من خلال متطوعي الهلال الأحمر المصري في تقديم الوجبات الغذائية خلال شهر رمضان وتجهيز مزيد من المساعدات الإنسانية.